مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء، ثاني الاشواط والانطلاقات لهذا الصباح والذي اعلنت عن انطلاقته قبل لحظات قليله، والذي خصص للابكار المهجنات والاصايل بشعارات اصحاب السمو والشيوخ، ولمن يرغب بالمشاركه من ابناء القبائل فباب المشاركه مفتوح، ورحلته الاربعه كيلومترات من هنا من ارضيه ميدان التله مع سن الابداع، سن الابداع والامتاع. فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة للجميع بعد أن حضرت مزون وقادرت بأولى الانطلاقات بشعار عبد الله بن محمد بن أحمد الجسمي بشعار أبو زايد، ليحضر بتوقيت وقدره 6 دقائق 28 ثانية 81 جزءا من الثواني. فتهانينا والناموس لك يا أبو زايد. أبدأ مع امتياز وخالد بن لاحد بن مرزوق الحلامي مقدما لشعاره ومنطلقا مع امتياز مع المركز الاول من حاشا تتحرك، ثانيا عبد العزيز بن مفرح المسافري، اما ثالثا من وحاضره حمد بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي، ورابعا لاتابع الحضور والانطلاق والوصول من قبل الطياره نواب بن نوح بن احمد البلوشي، وخامسا وصلت بلشه جمعه بن عبد الله بن سلطان بن غليطه الاغفلي، اما خامسا او سادسا من تنطلق في هذه اللحظات لتعلن عن تواجدها دوامة عتيق بن مطر بن حسن القبيسي، وسابعا حضور الطيارة عبد الله بن سعيد بن حضيرم الكتبي، وثامنا حضور عبد الله بن محمد بن احمد الجسمي صاحب الشوط الاول مع مزون يحضر لي وقدم لنا حضور، وثامنا وصلت سيدة بشعار مظفر بن غلام بن موسى بن احمد ال بلوشي، اما تاسعا سيطره مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، مرحبا بهذا الشعار، وعاشرا مع حور محمد بن حمد بن سعيد بن يافور الاغفلي. هكذا هي النتيجه ونداؤنا الاول ذعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام للعشره المراكز الحاضره والمتواجدة. مع البداية لأعود من جديد مع صدارة هذا المسار، أعود إلى امتياز خالد بن لاحد بن مرزوق الحلامي الذي لا زال مع درجة الامتياز يقدم لنا شعاره مع المركز الأول، لكن منوى وشعار البلوشي حاضرة على مستوى ثاني المراكز، حمد بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي، وصل الدوامة ليحضر راعي نجلة صاحبة التوقيت الأفضل بالأمس مع اللقاية بشعار عتيق بن مطر بن حسن القبيسي، وينطلق مع دوامة مع ثالث المراكز، رابعا تنطلق في هذه اللحظات ولتتقدم وتحضر مع شعار بن حضيرم هذه الطيارة عبد الله بن سعيد بن حضيرم الكتبي. هكذا هي النتيجة حتى هذه اللحظات، لأعود من جديد مع الحلامي الذي لا زال يحضر مع امتياز، لكن دوامة القبيسي بدأت بالتسلل لتنطلق مع الصدارة وتحضر دوامة مع المركز الأول، عتيق بن مطر بن حسن القبيسي حاضرا مع الصدارة في هذه اللحظات ومنطلقا مع المركز الأول، لنقترب من لوحة التحدي للكيلو الأخير
الكيل المثير يا حل الاجذاع روح الدوامة وعتيق بن مطر بن حسن القبيسي امتياز الحلامي تحضر ثانيا وثالثا منه حمد بن غلام بن موسى البلوشي والحاضر بن حضيرم مع الطيارة مع رابع المراكز لكني بعود الله الله انفرد الدوامة روحت بالمركز الأول اللي تنطلق مع الصدارة بهذا الحضور الكبير عتيق بن مطر بن حسن القبيسي غادر بالانتصار لينطلق وينفرد انفراد كلية عن بقية الشعارات عن بقية الأسماء وخذ لقطة على المسافة ما بينها وبين أقرب منافساتها هذه دوامة الله 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 عتيق بن مطر بن حسن القبيسي يعلن عن أول انطلاقاته وانتصاراته مع الإجداع لهذا الصباح ليغادر بالانتصار ليغادر بالتوقيت الأفضل على ما أظن حتى هذه اللحظات بهذا الحضور الكبير سلام دوامة سلام سلام إلى عتيق بن مطر بن حسن القبيسي من يحضر مع المركز الأول لحظة وصولها إلى خط النهاية بطلة لثانية الأشواط والتحديات لهذا الصباح تهانينا والناموس. أما ثانيا الطيارة بشعار عبد الله بن سعيد بن حضيرم وثالثا بلشا جمع عبد الله بن غليطان القفلي حور مع محمد بن حمد بن يافور القفلي رابعا بقيه المركز اللي على خط النهايه التوقيت الزمني 6 دقائق 25 ثانيه 75 جزء من الثواني والتوقيت الافضل تهانينا والناموس.